مساء الخير المحبة على مشاهدي ومتابعي قناة زاغروس الفضائية. تتجدد حلقاتنا وتتنوع أسئلتنا مع برنامج أربح مع زاغروس بحلته الجديدة الذي يمنح جوائز قيمة، وأكيد ما ننسى الجائزة الكبرى 10 مليون دينار. معكم نستمر ومشاركتكم يا حلقاء، خليكم ويانا. مساء الخير، شلون الصحة والعافية؟ تعرف على حضرتك؟ جيهان. جيهان علي صوتك شوي. جيهان يا اهلا وسهلا. جيهان. جيهان عملك؟ ربة بيت. شو مكملة دراسة؟ إدارة واقتصاد محاسبة. حلو، طيب ليش استمريتي يعني بوظيفة أو عمل يعني؟ والله ابني صغير يعني ما أقدر. أها، بنتك؟ إي. هلا. هلا. شلونك؟ زين. عرفينا عن نفسك. ريماس. ريماس، يا صوت ريماس. سادس. يعني بكالوريا. اي. شادة حيلك بالدراسة لو؟ لا شادة حيل. اكيد. اي. انا دائما اطلع من الاول. يلا ان شاء الله كل التوفيق ونشوفك باعلى المراتب حبيبي. بس عندك بنوتة كبيرة مبين عليك. حبيبتي. يكون ايش قد تجون طبعا للمول؟ دائما. حلو. زين. يعني تجون مثلا تقول هيك شوبينج او تتغدون او سينما؟ اي يعني مثلا نجي مرات يعني هي شوبينج على تغيير جو على يعني الاطفال ملاعيب. زين هسه تغير شنو اسمه؟ اسمه سلطان. سلطان، زين اذا كبر سلطان حتى تشتغلين؟ ان شاء الله هي اكيد يعني انا ناويه. زين لو ما كنتي بالاداره واقتصاد شنو كان حلمك في الشغل الثاني؟ يعني احب انه افتح مشروع مثلا ملابس ستايل او شيء. اها يعني مال فاشن. اي. يعني تحبين هذا العمل؟ اي اكيد. يعني ما له دخل لا بالدراسه ولا بالاداره ولا اي ما له اي علاقه. انا احب الفاشن والديزاين. احكي لنا شو بتغدي اليوم؟ والله بعدني هسه راح اتغدى لان انا قعدت متاخره. اها. يا دوب يعني تريح. اي والنوم بعد كذا وقت. اي شنو اكثر اكله شاطره بيها؟ البرياني. بعد مقلوبه. حلو. انت الاكله اللي تحبيها؟ دولمه. احكينا شلون طبخ ماما؟ كلش طيب الصراحه، كلش طيب. اكيد. اي بالبرياني وتم باقله. حلو. زين لان دوم شلون علاقتك بيه؟ اوه كل البنات وهذا العمر يموتون على شيء اسمه اندوم. هي ما تاكل بسبب الاندوم. طبعا انت ويانا ببرنامج اربح مع زاغروس يمنح جائزه قيمتها 10 مليون. لو ربحت الجائزه اكيد ان شاء الله حتنزلين ويانا بالسحب. شنو حتسوون بال 10 مليون؟ العشرة مليون شو اسوي فيها؟ اشتري السيارة. زين ليش ما تفتحين مشروع والمشروع يجيب لك السيارة؟ لا أول مرة آخذ السيارة. زين شنو حابة السيارة اللي تكون عندك؟ يعني نقول حلمك شنو السيارة اللي تحبيها؟ مو على قد فلوسك اللي تحبين تكون عندك. أنا أحب تكون عندي؟ أحب الشارجر. هاي مال ولد. أني أحبها هي ولا دي. شنو؟ بس أنا كلش أحبها وأريد أشتري تصير عندي فيها جو جسم جابرية. زين يلا على قد السيارة. أيوة أنا سياقتي حلوة. حلوة. يعني أحب تكون عندي. يلا إن شاء الله تروحي ويانا بالسحب وتفوزين في 10 مليون تاخذين شارجر. طبعا أكو سؤال والسؤال كل السهل. يعني مثل مر علينا كل احنا اكيد حتعرفي. يقول لك السؤال اكمل المثل التالي: اللي يعيش بالحيله يموت. زين شلون يعني يموت بالفقر؟ فهميني. يعني مثلا انه يعيش هو حيال شلون نقول احنا يسوي افلام وهاي بس بالاخير ما يربح يرجع لنقطه الصفر.
الثقافة مو؟ اي وهسه مجتمعنا ووضعنا هاي كلش أيوة موجودة. يلا زين هسه ايش اريد منك؟ شلون صوتك بالغناء؟ لا ما اعرف اغني ما عندي صوت. ها انت تشيليني القضية عنها؟ يلا انت غني انت لازم ما في اغنية ببالي الصراحة. نانسي عجرم ها؟ ما لا تبيع حافظة أليسا ونانسي عجرم يا طير الجنة. ها يلا اللي بعده ها اساعدك اساعدك يا الغزلة رهيب ها؟ خلي اسمعها حتى ساعدك الغزلة رايقة يلا الغزلة رايقة من الناس الحلوة سيئة يا سيدي يا جمال ومال وضغط كتير علي ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة طب وحياة ما حب من جنبي خلاص حبيبي يا رب ان شاء الله تجيبين البكالوريوس زين ايش تبين تصيرين بالمستقبل؟ صيدلانية يلا ان شاء الله تكونين صيدلانية الله يخلي لك اياها ويحفظ لك سلطان يا رب وكل سعيدة انه انا التقيت وياك وحكيت وياك والله يخلي لك الاطفال حبيبتي انت تسلمي كلكم. شنو اسمك؟ لارا. هلا ولا
هذا كارت بس اي هذا كارت وهذا كارت لك وهذا كارت. مشاهدينا الكرام خليكم ويانا ونستمر بعد وياكم ونلتقي بعوائلنا. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا وياكم لهذا اليوم من برنامج اربح مع زاغروس، واكيد ما ننسى نشكر عيادة الدكتور حسام الجبوري الذي منحنا جوائز قيمة. انتظرونا بالاسبوع المقبل، الى اللقاء.